يقول في سنن الترمذي والعلل: قال أبو عيسى أي الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، أي عند أهل المصطلح. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير ذلك الوجه، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. آخر صفحة، صفحة 56 في البحث، دي عبارة الترمذي أنه يقصد، أما بيطلق لفظ الحسن واحد يقوله ده بيقصد الحسن مش الاصطلاحي، الحسن العرفي يعني عندي مقبول وخلاص لكن ضعيف. قال له لا، الترمذي بعضهم ما قدرش يعثر على هذه العبارة، لكن العبارة موجودة أن الترمذي يقصد بها مصطلح الحسن عنده هو. يقول أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، وهو من أهل الحديث. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ها، ويروى من غير الوجه. ودي دلالة بقول لك ان الحديث، دلالة بقول لك عليها ايه، ان الحديث اتروى من غير ذلك الوجه عشان يبقى حسن، لانه لو كده من في اسناد من لا يتهم بالكذب وكان مسطور يبقى ضعيف عند الترمذي نفسه. ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، اي الاصطلاح العرفي عند الترمذي. فهنا الشيخ يقول ايه: واما قبل المتابعه فيدخل في رسم الحسن ايضا عند الترمذي. على راي الترمذي لا، لان الترمذي اشترط الا يكون شاذ، والا وان ياتي بطريق اخر. على راي الترمذي انه الذي لا يتهم راويه بالكذب، ماشي، لكن ما كملتش العباره والشروط بتاع الترمذي. خلاص واضح عباره الترمذي وشروطه ما كملهاش هنا. والغرض ان راوي هذا من اهل الصدق والديانه، وضعف الحفظ، وضعف الحفظ على هذا ينزله من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. لا، ده لو نزله من رتبة صحيح الحسن يبقى ده عدل خف ضبطه، لكن ده عدل اشتد ضبطه، قصدي بتاع ده الضبط بتاعه اختل، مش خف، اللي هو راوي ضعيف يعني. عجبا للمؤلف كيف يعترض على ابن الصلاح في حكمه بالضعيف، بالضعف على طريق فيها ضعيف، ضعيف الحفظ مع صدق ودناته، ده مظبوط كده خلاص. فإن الطريق التي فيها ضعيف تكون ضعيفة قطعا. وأما جعله التي حلها هذا من الحسن وإن ضعف الحفظ ينزل من الصحة إلى الحسن فغير مسلم له، فإن الذي ينزل من الصحة إلى الحسن هو خفة الحفظ أو الضبط لا ضعفه. واضح زي ما انا قلت، لكن ضعف الحفظ ده يبقى ايه؟ ضعيف. لذا لا ارى هذا استدراكا من المصنف في محله الا ان يريد ضعفه بالنسبه للحافظ الضابط بمعنى نزله عنه، او انه يريد ايضا انه اتى بطريق اخر فاصبح حسن لغيره. واما قوله في الضعف من حيث الارسال بان يرسل الخبر امام حافظ يزول بروايته من وجه اخر، يزول، طيب يزول برواياتي واما قوله في الضعف من حيث الارسال، اي لو سقط منه رجل من الاسناد كما قلنا، باعتبار المرسل هنا ما سقط منه رجل من الاسناد، وليس على راي المتاخرين او اهل المصطلح انه ايه ما سقط منه الصحابي، لكن في البيقونيه وغيرها المرسل ما سقط منه الصحابي. فنقول اطلق الوجه الاخر ولم يشترط فيه ان يكون عن ثقه ولا اقل منه في مقاومه الامام الحافظ، فان كان كذلك وارسل الخبر حافظ واسنده ثقه فانه يزعم ان الحكم للاسناد. تاني العباره دي. واما قوله في الضعف من حيث الارسال بان يرسل الخبر امام حافظ، خلاص امام حافظ ارسل الخبر، اسقط منه وهو بيقراه بيرويه صحابي مش متعمد، قصدي راوي من رواه لكن مش متعمد، هو سمعه كده خلاص، فهو بيرويه كما سمعه، يزول بروايته من وجه اخر، سواء قلنا وجه اخر مرسل او وجه اخر متصل. فنقول اطلق الوجه الاخر، كلمه من وجه اخر جعلها على الاطلاق،
ولم يشترط فيه أن يكون عن ثقة ولا أقل منه في مقاومة الإمام الحافظ. هو بينظر للراوي نفسه صاحب الديوان، لو صاحب الديوان رواه مرسل ها، فهو أطلق الوجه الآخر أن يأتي بوجه آخر، ولم يشترط فيه أن يكون عن ثقة ولا أقل منه في مقاومة الإمام الحافظ. لا، المهم أن يأتي بواحد من دواوين السنة من أصحاب الدواوين ولو كانوا أقل درجة، لأن كل أصحاب الدواوين غالبا مقبولي الرواية وثقات. يعني يكفي أن مثلا حديث في الترمذي ضعيف وجاء رواه ابن ماجه، طب ما هو رواه ابن ماجه بإسناد آخر يبقى هتقوى، طالما أن الإسناد الآخر ما فيهوش شديد الضعف خلاص، فده حافظ وده حافظ مش مشكلة يعني. ولم يشترط فيه أن يكون أي الإسناد الثاني إطلاق الوجه الآخر عن ثقة ولا أقل منه في مقاومة الإمام الحافظ الأولاني يعني. فإن كان كذلك وأرسل الخبر حافظ وأسنده ثقة فإنه يزعم أن الحكم للإسناد، أيوة، لأن الثقة مقبول الرواية. هذا افتراض من المؤلف لا يستلزمه كلام ابن الصلاح، لا يستلزمه لكن من ضمن عموماته، هذا يستلزمه كلام ابن الصلاح إلا أنه من ضمن عمومات أحد أفراد عمومات التي ذكرها ابن الصلاح. ابن الصلاح تكلم كلام عام يندرج في هذا الفرع، أن في واحد من الحفاظ روى وجاءت إسناد مرسل، وجاء واحد تاني من الثقات ليس حافظا رواه متصل وموجود في كتب السنة والدواوين، خلاص مش لازم أنه يكون عن نفس درجة الحفظ والتوثيق بالراوي الأول، بس يكفي فيه أنه يكون ثقة الراوي الآخر الذي أتى بالمعضد أو الوجه الآخر. قال فإن ادعى ذلك لأن الإسناد زيادة، ما شاء الله، فإن ادعى ذلك لأن الإسناد، كلمة الإسناد دي فيها مشكلة، حد يعرف يحلها؟ حد معاه بتاع يتكلم؟ كلمة الإسناد دي فيها مشكلة بسيطة يعني تقدر تحلها بسهولة جدا، إن في مرسل وفي مسند، فبتكلم لو كان لأن الإسناد الذي رواه مسندا عنده زيادة، زيادة علم، وزيادة العلم مقبولة، والزيادة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وده روي ثقة وروى بالزيادة بالاتصال في الإسناد وعدم الانقطاع أو الإرسال خلاص. فإن ادعى ذلك لأن الإسناد زيادة وقد جاءت عن ثقة فسبيلها أن تقبل فصحيح، لو قال الكلام ده يبقى كده كلامه صحيح. وإن زعم هذا مصطلح أهل هذا الشأن فليس كذلك على الإطلاق، وإن كان بيزعم من هذا ده مصطلح أهل الفن، أهل مصطلح الحديث، فليس ذلك على الإطلاق. يقول المعلق على الكتاب بس مش موجود عندكم، بل فيه تفصيل اللي هو زيادة الثقة، فقيل تقبل زيادة الثقات مطلقا سواء من الثقات الراوين للحديث بدونها أو من سوى الراوين بدونها مع شروط في صاحب الزيادة، فقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا فلا، وهذا الأول عليه معظم الفقهاء والمحدثين وجماعة من الأصليين، أنه يقول تقبل الزيادة مطلقا، معظم الفقهاء والمحدثين وجماعة من الأصليين أن الزيادة تقبل مطلقا، لو في تفصيل، فقيل تقبل زيادة الثقات مطلقا سواء من الثقات الراوين للحديث بدونها أو من سوى الراوين بدونها أو من سوى الراوين بدونها مع شروط في صاحب الزيادة، فقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان. طب افرض واحد من حفاظ، يعني هل لازم اجيب واحد حديث ارسله امير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم اللي يجيبه حديث تاني يكون امير المؤمنين برضه؟ لا، ممكن يكون واحد من الثقات، ولذلك حصل التعارض ده وقبلوه فيما بعضهم في قبول الحديث والحكم عليه، فده شرط ابن خزيمة وفيه اختلاف يعني باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا، لو الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه ولم يكن هو حافظا أو لم يكن هو حافظا
ولو كان صدوقا فلا، أي فلا تقبل الرواية لو كان درجته منحطة أو أنزل في الدرجة عن الراوي الأصلي الذي أرسله. وهذا الأول اللي هو قبول الزيادات مطلقا عليه معظم الفقهاء والمحدثين وجماعة من الأصوليين. وقيل بس بالقيد ده اللي هو بتاع ابن خزيمة، وقيد بتاع ابن خزيمة في اختلاف. وقيل لا تقبل الزيادة مطلقا خلاص، وده مذهب الإمام أبو حنيفة، قال الزيادة على النص مرفوضة خلاص. فيقول لك انوي في الصلاة، يقول له لا، النص أتى بأربع أركان: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما تزيدش على النص، الزيادة مرفوضة عند الإمام أبو حنيفة. وقيل لا تقبل الزيادة ممن رواها بدونها ثم رواه بها، برضو ضعيف طبعا. لرأي الإمام النووي كده، حسب من شم من كلامه الإمام النووي، ها اللي يدرس الإمام النووي يعرف طريقة بحث المسائل دي. وقيل لا تقبل الزيادة ممن رواها بدونها ثم رواه بعدها، واحد روى الأول مرسل وبعدين رواه متصل تاني، طب ما يمكن قابل أو رواه مرسلا لإتقانه أولا فجابه كما هو مرسل، وقبل بعد ذلك أحد العلماء وصله له فرواه بإسناد آخر متصل، المنع في كده؟ وده كلام الإمام النووي يحمل على كده ماشي. والمختار الأول ولكن ليس مطلقا. قال ابن حجر: وزيادة رويها، أي الزيادة أي الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. الإمام ابن حجر قال إيه؟ زيادة رويها أي زيادة الثقة، لأن القاعدة إيه؟ زيادة الثقة مقبولة. طيب وعايزين يحطوا لها شروط. قال ابن حجر: وزيادة راويها أي زيادة أي راوي الزيادة، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، يبقى أي زيادة الثقة، لأن الصحيح والحسن راوي الثقة، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة. لكن ده بالنسبة للفقهاء زي الإمام النووي يقول لك لا، مش هعمل بيها إلا، مش هرجح بالقوة إلا لو استحال الجمع، طالما الاثنين مقبولين. ولذلك أنا سألت فضيلة مولانا نور الدين مفتي الديار الدكتور علي جمعة، قلت له: مولانا يشترك في الحجية المتواتر مع الحسن لغيره؟ قال لي: آه يشترك، يعني الحسن لغيره أصبح حجة زي المتواتر زي القطعي بالضبط في الحجية. فالأول لو تعارضا جمعنا بينهما أولا، ولنقدم إعمال أحد النص وإهمال، وإعمال النصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، فيبقى القاعدة ماشية على كده. فإن طالما أنه ثقة اللي هو راويهما اللي هو الصحيح أو الحسن، خلاص أحاول أجمع بين الروايات أولا بخلاف الضعيف، مش هجمع، هقدم عليه على طول الصحيح ماشي. ما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة. لا، نقول الجمع مقدم أولا، فإذا عجزنا عن الجمع قدمنا رواية الأوثق باعتبار إيه؟ عدم الجمع. والجمع بين النصوص في مئة طريقة للجمع بين النصوص. فإن ادعى ذلك لأن الإسناد زيادة وقد جاءت عن ثقة فسبيلها أن تقبل فصحيح، وإن زعم هذا مصطلح أهل هذا الشأن فليس كذلك على الإطلاق كما قسمنا وفرعنا هنا. وأما خبر لا علة له إلا أن إماما حافظا أرسله، وقد تبين من وجه آخر، وقد لزمه في الوجه الآخر أن يكون عن ثقة ولابد، فهذا ينبغي أن يكون صحيحا على مذهبه، أي مذهب الإمام ابن الصلاح على مذهبه، في أن المسند الثقة مقدم على المرسلة ولا علة هناك إلا الإرسال وقد انتفت. يقول إن الشيخ لو كان قصد الشيخ هنا: وأما خبر لا علة له، ما فيش حاجة تقدح فيه، إلا أن إماما حافظا أرسله، مرسل بأن رواه إمام حافظ أرسله، وقد تبين من وجه آخر. شوف كلام الشيخ عالي زي ما أنا فهمته،
من وجه آخر بس إيه؟ ثقة، مش لازم يكون إمام، واحد من الثقات. وقد تبين من وجه آخر أنه متصل يعني، وقد لزمه في الوجه الآخر أن يكون عن ثقة ولا بد، يبقى ثقة بس مقابل إمام حافظ، واضح؟ فهذا ينبغي أن يكون صحيحا على مذهبه في أن المسند الثقة الذي أسنده وكان ثقة مقدم على المرسل الثقة أيضا، ولو كان المرسل الثقة ده إماما حافظا ولا علة هناك، طالما أن ما فيش علة قادحة في صحة المسند هذا ولا علة هناك إلا الإرسال وقد انتفت، ما فيش علة في هذا الحديث إلا أنه روي مسردا ومر مرسلا، يبقى دي العلة أنه إيه؟ روي مرسلا وأتى مسندا برواية الثقات، خلاص نعتبره مرفوع، وده القاعدة العامة هكذا بالشروط دي، طالما أنه لم يشتد ضعف الراوي وأنه أتى ليه؟ لأنها أدخله في الجمع أولا عشان إيه؟ إعمال النصين أولى من إعمال أحدهما وإعمال الآخر، فأجمع في 100 طريقة للجمع بين النصوص، يئست من الجمع أقدم بقى ساعتها الإيه؟ الأصح ولو كان مرسلا، وننظر بقى في أحكام المرسل والاستدلال به في هذا فيما يأخذ الفقهاء ويتداولونه. وقد بحث معه في هذا الموضع الشيخ أبو الفتح اليعمري رحمه الله تعالى، وقال الحق في هذه المسألة أن يقال إما أن يكون الراوي المتابع إلا أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه أو أعلى منه، ثلاث صور، إما أن يكون الراوي المتابع صاحب المتابعة اللي فيها الاتصال، خلاص، إما أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطا عنه بأن يروي شديد الضعف أو أعلى منه بأن يروي الحسن أو الصحيح، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة، مظبوط، لو كان هو شديد الضعف مجروح خلاص المتابعة مش هتفيد، هيبقى الحديث ده ضعيف زي هو وما تقواش، لأن المتابعة بتاعته كالعدم لأنه راويه إيه؟ متهم. فأما مع الانحطاط عن الضعف يعني يبقى شدة الضعف فلا تفيد المتابعة شيئا، وأما مع المساواة فقد تقوي المتابعة، الاتصال كان المتصل متابع في نفس درجة ايه؟ الضعف، ها؟ عدم شدة الضعف، ها؟ ده معنى المساواة، فقد تقوي اي تقوي ذلك الحديث الاولاني المرسل، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعف، وده خلاف للايه؟ للأئمة، بل تخرجه على الراجح من قوة الضعف عن رتبة الضعف تخرجه، لأنه قلنا إذا أتى بطريق آخر أصبح حسن لغيره طالما أن الطريق الآخر مساوي له في الضعف أو أقوى منه، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف، بل مذهب الشافعي لو أنه أتى مرسل وأتى مرسل نفس المرسل بإسناد آخر ومرسل أيضا أنه يبقى يصبح حسن ويحتج به، يبقى إيه؟ وأما مع المساواة فقد تقوي الحديث يعني، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف، أي لعل من الحكم ذاته يبقى ضعيف، الاثنين ضعيفين لكن في اجتماعهما حسن لغيره، بل الضعيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، الضعيف المتابع يبقى ضعيف فرد انفرد به راوي وهو ضعيف خلاص ولم يأتي بإسناد آخر، بخلاف الضعيف المتابع اللي هو أتت له متابعة، والمتابعة أن يأتي بلفظ الحديث كما هو، المتابعة أن يكون نص الحديث كما هو، قلنا الشاهد يكون إيه؟ يستدل للحديث بمعنى وليس باللفظ، أما المتابعة يبقى بنفس اللفظ خلاص. بل الضعيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أي المنفرد اللي هو الغريب أضعف رتبة من الضعيف المتابع اللي هو متابعة، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، لا يتوجه الاحتجاج بالضعيف اللي هو متابعة على الضعيف الفرد، ماشي،
وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح زي ما أنا قلت كده. الحمد لله رب العالمين. ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح. أما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول، بل المتابع، يبقى هنا أما إن كان المتابع يعني التابع الجاي أقوى من الراوي الأول اللي هي السورة الثالثة، إن أفادت متابعته ما يدفع شبهة الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القبول من القول بأنه يصير حسنا. لكن أيضا في إذا كانوا متساويين أيضا لا مانع أنه يصير إلى الحسن بشروطه. قلت وهذا التفصيل حسن. يبقى ثلاث حاجات، إذا كان المتابع أشد ضعفا من الضعيف يبقى شديد الضعف في حكم الطرح واللمي ولا يفيد شيئا. طب وإذا كان مساوي ليه يبقى ممكن يرتقي وممكن ما يرتقيش. طب لو كان على منه يبقى الغالب أنه يرتقي إلى رتبة الحسن. قلت وهو تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد. طيب يقول هنا في كلام حلو جدا هنا إيه؟ قلت وهو تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان في الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد، لأن الضعيف مش شديد الضعف مفيد. يقول هنا المعلق يعني محقق الرسالة، كون الحديث في الفضائل لا يعني قبول كل راو فيه، ها بائد أن الفضائل لا يقبل فيها عند المحدثين حديث من لا يعتبر حديثه. طب ما هو اللي مش معتبر بحديثه ده شديد الضعف. انت بتقول كلام وترد على نفسك، من لا يعتبر حديثه ده ايه؟ اللي هو لا يكتب حديثه ولا يعتبر حديثه اللي هو شديد الضعف. لكن المعتبر حديثه لكن ما وصلش لدرجة الحسن، اهو ده اللي مقصودنا هنا وده مقصود الشيخ. يبقى كون الحديث في الفضائل لا يعني قبول كل راو فيه، اذ ان الفضائل لا يقبل فيها عند المحدثين حديث من لا يعتبر حديثه بحديثه، ويشترطون في حديث الفضائل ليقبل ان لا يكون شديد الضعف. ماشي، ما احنا قلنا ده شديد الضعف، راويه الضبط بس وصل انه يروي الضعيف لكن لا يروي الحسن، وان يكون مندرجا تحت اصل معمون به من اصول الشريعه طبعا، وان لا يعتقد عند العمل به ثبوته. فقول المؤلف فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد، أيوة مظبوط، لأنه حتى لو انفرد ولم يأتي له شاهد فأنا بعمل باعتبار ضعفه بأنه شديد الضعف، ولا أشترط فيه شاهد ولا حاجة ولا تابع ولا متابعة ولا أي حاجة، لأنه عند انفراده مفيد. أيوة عند انفراده مفيد بالفعل، خلاص. بل المتابعة ترقيه للحسن لو كان متابعة مساوية أو أعلى، ماشي، ترقيه للحسن لغيره. يقول إن ده ليس على طريقة المحدثين، فإن غاية ما عندهم التساهل في الفضائل بالنسبة للأحكام لا رواية الضعيف والاعتداد به. لا، ما هو بيرويه في فضائل الأعمال زي ما قلنا أصل البحث إيه اللي قاله الإمام النووي هكذا. ونقف عند قول الإمام وشاذ بن حزم عن الجمهور، نقرأ المرة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.